وخوتاتي حياتي، اليوم ندير لكم كروكي القهوة تاع الصباح، رخامي شباب ومليح، نديروه للعائلة تاعنا. واش فيه؟ مقادير: فيه 3 حبات بيض، فيه كيلة سكر هكذا نعبرو، تحبوا تعبروا بهذا تعبروا بالكيسين، فيه كيلة زيت، فيه شوية تاع لافاني، فيه وحدة خميرة كيميائية هي لي بيرشيبيك. عندنا صفرة بيضة بدهنوا بها الكروكي تاعنا، وفيها التزيين، فيها الكاوكاو، وبنقسموا العجينة. عندنا كاكاو بودرة اللي بالميزان خير من تشيوه تاع الباكيه تاع الميزان، فيه رائحة مليحة تشموه تشمو ريحتو شابة. نبدأ على بركة الله، ناخذوا 3 حبات بيضة تاعنا، نزيد لهم كيلة تاع السكر وشوية غرفة تاع لافاني، هي كويغا كافي تاع لافاني، وخوتاتي نخلطو بهذا، نسلح نحبسو باه ما تسمعوش الحس. نزيدو نخلطو، نزيدو الفرينة حسب الكمية حتى تولي عجينة، ونزيدو هاديك باكي تاع لي بيرشينك، ومن بعد نقسمو العجين ونوريلكم العجينة. عندي 4 أقسام، نصها فاني ونصها شوكولا كيما وريت لكم باه نديرو كروكي وخامي. ناخذ العجينة الأولى على بركة الله هكذا خوتاتي، هكذا هكذا كيما راكم تشوفو، هكذا هكذا نحلوها، حلوها خوتاتي هكا في الوسط، هكذا العجينة تاعنا حلوها، ناخذ منها هكا العجينة كاكاو هذه، نزيدو ندبروها هكا هكذا كي شغل حربوش هكذا، نديروها في الوسط العجينة تاع لافاني، ونبداو نقفلو عليها هكذا، ندخلوها في الوسط نقبلو قدام خواتاتي هكذا، قدامكم هكذا قدام خواتاتي الطبيعة هكذا قبالة، نوريلكم قدامكم نخدم هكذا خواتاتي هكذا، دخلوها مليح كما راكم تشوفو هكذا، نغرقو مليح الحبوش تاعنا هكذا هكذا، نسيوها هكا شوية، نطولو الحبوش تاعنا، بعد خواتاتي نسيوها هكا بعد ناخذو السليوة تاعنا نديرو لها بابي كويسون، ورق للطهي هو بابي كويسون، ناخذو هذاك الحربوش تاعنا خواتاتي هكا، هكذا كيما راكم تشوفو هكا بطريقة مبسطة لقهوة الصباح، حطوه لوليداتنا شربو بيه قهيوة بشكل جديد وخامي، نبدلو ناخذ خواتاتي حب بيضة هكا ونخلطو لها مغرفة تاع قهوة هكا، شوفو خواتاتي نديرو لها هكا قليل من القهوة ونضربوها، تعطينا احمرة ولون جميل للكروكي. ناخذو البيستو تاعنا تاع السيليكون، ندهنو هذاك الكروكي تاعنا هكذا،
وشبحوه شويه كاوكاو وحمصناه في الفرن هكذا، يعطينا لون جميل وبنه. ونسخنو الفوغ تاعنا يكون سخون، ومن بعد نقصولو، ومن بعد نوريكم في صحن التقديم كيفاه جا. شوفوا الكروكي تاعنا حممناه الجوانب، شوفوا كيف خرج لنا اهو، وخاميش بيض محمر لقهوة الصباح. وان شاء الله خواتاتي تجربوا الوصفة وتفعلوا الجرس وديروا اللايك وبقوا على خير.